بالنسبة لتركيب الأمشاط بالهيد بسيطة جدا. عنا المشط بيدخل هون هي حتى ينزل للآخر بيصد هيك معنا، وبنربط الصواميل اللي هي على الطول هيك. طبعا هي ربط خفيف، ما في داعي انه نشدها كتير. ايضا من صفحتكم في عنا شيء اسمه ضبط امشاط رح ندخل عليه. هذا هو رقم المشط اللي احنا بنحطه بكل برنامج. رقم المشط احنا فينا نحدد هون، يعني رقم المشط واحد اقصى ارتفاع له، رقم المشط 2 ورقم المشط 3. فلحنا اذا دخلنا مثلا رقم المشط واحد عملناه فرضا 10 كمثال، فلحنا صار عندنا ارتفاع المشط واحد كاقصى حد 10 سنتي من تحت لفوق. فلحنا اذا دخلنا على اي برنامج وكان عندنا المشط رح نلاحظوا ان ارتفاع السير 5 و9، رح نحط رقم المشط 1. هيك ما عندنا مشكلة، ولكن نحن اذا طلعنا بارتفاع السير ممكن نحن العامل مثلا يشتغل على 9.5، رح نعمل اعادة ضبط. رح نلاقي انه المكنة شغالة ما في مشكلة. رح نشتغل هلا. إذا حاولنا نرفع السير لأكثر من 10 بنلاحظ إنه المكنة بتفصل وبتعطيني التري هايت ايرور مولد، يعني إنه في عنا خطأ بارتفاع السير هون، لأنه نحن محددين رقم المشط واحد أعلى ارتفاع له 10. إذا نزلنا تحت 10 وعملنا إعادة ضبط رح نلاحظ إنه المكنة بتشتغل ما في مشكلة عليها. نشتغل هيك، شايفين المكنة شغالة تمام. بس طلعنا نحن بارتفاع السير للعشرة رح نلاقي انه المكنة بتفصل، تعطينا هذا الالارم. نحن مشان نحل هذا الموضوع لازم يا اما نوطي السير نشتغل تحت الليمت اللي حددناه بضبط الامشاط، شايفين هلا هون راح الالارم هون ما عاد عندي مشكله لانه نزلنا تحت ال 10 سنتي. او بنروح على كوم على ضبط الامشاط والمشط رقم واحد بنزيد الارتفاع من هون، بنزيد الليمت تبعه بنحطه مثلا 20 هيك. هي بالنسبه لضبط الامشاط بصفحتكم هيك.